يعني وستايل مجموعه كامله لان طابع برشلونه وفي ميزه التصويب الجيد ولعب في مكان بليسنج بشكل رائع جدا. وان كنت عيب على بواتين برضو في الهدف ده لانه كان ممكن لو هو ركز مع الكره كان ممكن يخرجها، ولكنه فضل ان هو يعني ينزل او يخاف من الكره فسكنت شباك طبعا حارس بط. كان هدف جميل وملعوب بشكل رائع. شفنا اتنين لعيبه ابراهيم افلاي